متقدم جدا في اللغة العربية الفصحى وبيعلمنا كمان. أنا سعيد بأنه موجود معانا، صحيح دوره صغير بس هو كمان فخر أنا بفتخر فيه، إن مفيش ممثل قاعد على خشبة مسرح هنا إلا وأنا بنحنيله لأخلاقه والفن والحب لفرقته. وفاء هقول بس كلمتين، إنها رغم فرق السن بيني وبينها ويمكن علاقتي بوالدها رحمه الله عهد الصدق أنا قلتها اتكلمت فيها كتير، علاقة وطيدة، وهو اللي قدمني وهو اللي سعى ورايا ورزل عليا وعاقبني وبتاع لغاية لما عشان أبقى نجم. وفاء صادق مثال، مش لاقي ألفاظ جيدة، يعني مثال النبل في الفن بجد، مثال النبل. هي لما قالت ان لما عرضت عليها المسرح انا واخد انها يعني خايف بس تكون عندها شغل ارتباط، فقالت لي ايوه انا عندي شغل بس انا عايز اشتغل مسرح، بس انا عيانه كمان ومتوقفه شويه وحاجات زي كده. فقلت لها بصي انا عايزك. ووفاء عملت معايا ادوار هامه جدا سواء في ونيس او في رجل غني فقير جدا، من اهم الادوار اللي عملتها. أنا فرحان إنها معايا، لأن بقول دلوقتي إنها في الفرقة هي توأم روحي فنيا بجد. ده بيبان من الأداء على المسرح، والعينين بيبقى فاهمين بعض إزاي على المسرح. أنا فخور جدا وفخور أكتر بإن أنا سهرتكم وإن أنتوا قدامي، وسعداء جدا 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 بإن في كاميرا أو في صحفي أو في كاتب كبير يعني قعد معانا مش مع الترند. عايز أقول السفعي دخل ليها أنا بقول لك أنت بطلتي بقى لك مدة. ربنا يا رب يعينك. كل واحد